بالز امبليتيود ديوريشن بالز ويدث او بالز ديوريشن وبالز بوزيشن والبي سي ام بالز كومبليشن. تمام، هو الاساس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو ايه؟ البي سي ام او بالز كومبليشن. تمام، البالز كومبليشن شباب بيتكون من ايه؟ انا بيكون عندي في اول نوك دي طبعا انا مسكنا تحت دي انا بقول عندي في البالز كومبليشن بيكون عندي مينلي 3 فانكشنز انا بعملهم. اول حاجه بعمل حاجه اسمها اسامبل، بعد كده بعمل حاجه اسمها كومبليزيشن، وبعد كده بعمل حاجه اسمها ايه؟ الكودينج او ايه؟ او الكودينج. تمام؟ الدخل بتاع الاسامبلنج بتكون ايه؟ شارة كونتينوس. تمام؟ والشارة دي المفروض انا بعمل ايه؟ باخد منها عينات. طب انا عندي كام نوع من انواع الاسامبلنج؟ الناس اللي حضرت امبارح عندي كام نوع من انواع الاسامبلنج؟ عندي ثلاثة، عندي الايل وعندي الناتشر وعندي الفلات توب او السامبل اند هولد. تمام؟ طيب المفروض احنا كده جينا نتكلم على الاشكال اللي هتسامبلنج مبدئيا دلوقتي. انا لو هتكلم على الاشاره بالمنظر ده، اي اشاره كونتينوس. تمام؟ الاشاره كونتينوس ديت انا ايه؟ كل اللي هعمله هاخد منها عينات. طب هاخد عينات ازاي؟ هاجي عند زمن زيرو هاخد عينات، وعند زمن تي اس في زمن 2 تي اس 3 تي اس وهكذا. تاخد عينات عند اللحظات الزمنيه دي. تمام؟ طيب ادي عند زيرو، ادي عند مثلا تي اس 2 تي اس 3 تي اس، ادي 4 تي اس 5 تي اس وهكذا. خدت ايه؟ خدت عينات من الاشاره بتاعتي. يبقى انا كده قدرت احول الاشاره بتاعتي من كونتينوس في الطيب الى ايه؟ في الطيب. فاسكيت في الطيب هو الغرض من السامبلنج بروسيس ان ايه؟ احول الاشاره من كونتينوس في الطيب الى ديسكريت في الطيب. طيب الاشاره ديت كونتينوس ولا امبليتيود ولا ديسكريت ولا امبليتيود؟ كونتينوس. هنا كونتينوس ولا ديسكريت؟ ستيل كونتينوس. ده بقى الدور بتاع الكونتينوزيشن ان هو بيحول الكونتينوس في الامبليتيود الى ايه؟ ديسكريت في ايه؟ في الامبليتيود. تمام؟ طيب تعالوا نكمل بقى ايه؟ الكلام اللي احنا كنا عايزينه. يبقى ده دي عند زيرو، دي عند تي اس، دي عند تي اس وهكذا. تمام؟ طيب دلوقتي احنا النوع ده بنسميه الايديال ايه؟ الايديال سامبلنج. انا بيكون عندي امبلسز. طب انا في الواقع ما بيكونش عندي امبلسز خالص، بيكون عندي ايه؟ عندي بلس. تمام؟ فالشكل الثاني اللي هو بتاع الايديال بتاع الناتشورال هتبقى حاجه عامله ازاي؟ تاجي عند زيرو واخد ايه؟ واخد سامبل. في عندي تي اس طبعا واخد ايه؟ سامبل. هتلاقي ان هو واخد الايه؟ يعني الكيرف بتاع ايه؟ بتاع الاشاره بتاعتي. ان انا ضربت الترين اوف بالسز في السايد لوب بتاعتي دي. تمام؟ شكل هيبان اللي هو ايه؟ سيجنال باللون الاحمر دي. دي هتبقى عند زيرو، دي عند تي اس، دي عند تي اس اند سو اون. تمام؟ في سؤال؟ دي ناتشورال؟ دي ناتشورال. تمام؟ طيب بالنسبه لي الفلات توب العرض بتاع البص بتاع اللي ليها 10 بحر كان ليها عرض تاو تاو يعني. تمام؟ المفروض انت لما تيجي بقى تشوف بقى الشكل الاشارات ديت في الفريكونس دومين هتلاقي انها بتعتمد ايه؟ على قيمه التاو ديت بس مش قصتنا دلوقتي خالص. تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف بقى القصه بتاعت الفلات توب. الفلات توب ايه الفكره فيها؟ طبعا زي دي اخدنا دي ودي بس شكلها تو يعني زي شكلها زي طيب يعني انا عندي ايه؟ عند الزيرو هاخد ايه؟ هاخد سامبل وافضل ايه؟ وافضل ديوريشن معين تمام اللي هي في زمن التي اس بتاعتي. وبعد لما تيجي زمن التي اس يجي هفضل اخد سامبل وافضل تي اس. عند الاثنين تي اس هفضل اخد سامبل وافضل ايه؟ تي اس بتاعتي وهكذا. هلاقي حاجه من المنظر ده ستير كيس كده معايا، ستير كيس سيجنال معايا. تمام؟ هي دي عند الزيرو، دي عند الدي اس، دي عند الاثنين دي اس، دي عند الثلاث دي اس وهكذا. تمام؟ دي بتمثل لي سامبل، دي بتمثل لي سامبل، دي بتمثل لي سامبل وهكذا. في مشكله في الكلام ده؟ دي الاشكال اللي ايه؟ السامبل سيجنال في التايم دومين. طيب دلوقتي احنا عاملين في تي اس واثنين دي اس والكلام ده. طب تي اس دي يعني بنحطها او بنختارها يعني اعتباطا يعني او مفيش اي كرايتيريا بنحدد عليها تي اس؟ القانون اللي بيحكم التي اس بتاعتي السامبلنج ديوريشن او السامبلنج بيريود او السامبلنج فريكونسي معلومه في عندنا حاجه اسمها سامبلنج فريكونسي ده ايه؟ الاف اس. في حاجه اسمها مايكرو ستريت الاف اس لازم تكون ايه؟ اكبر من او تساوي الاثنين اف ام. طيب عرفنا منين الكلام ده؟ من
بنبص على الاشاره بتاعتي فين في ال فريكوانسي دومين. تمام. طيب شكل الاشاره ديت هي ديت دي الايجن ديت الناتشر ديت الفلات نتورك. تمام. تعال نشوف شكل الاشاره ايه في الفريكوانسي دومين. انا لو عندي اشاره اللي هي زي ديت اشاره يعني مش سايكوسويد اشاره عاديه هتبقى ايه؟ هي الفريكوانسي المنظر ده الفريكوانسي سبيكتر المنظر ده ديت الاف ام وديت سالب اف ام. تمام. طيب ديت الاشاره الاصليه الام اف تي. طب الاشاره السامبل تبقى عامله ازاي؟ قال لك هتبقى هي هي بس معمول ليها يعني ايمجز عند ايه؟ عند الاف اس. يعني هرسم ديت بالظبط من هي وهاجي عند الاف اس واحط ايه؟ الاشاره ديت تاني. هاجي عند الاف اس واروح احط ايه؟ المثلث الجاي عند الاثنين اف اس ثلاثه اف اس وهكذا. تمام؟ ولما بتكلم على ايديال سامبلنج هلاقي ايه؟ ان انا عندي الامبليتيود بتاعهم كله ايه؟ كله واحد. تمام؟ ده شكل الاشاره. لما جيت انا اخدت الاشاره دي دخلتها على سبيكتر هورايزن وحصلت لها الفورين ترانسفورم بتاعها تطلع معايا ايه؟ حاجه بالمنظر ده. في مشكله؟ بالنسبه لي الناتشرال وي الفلاتوب تبقى نفس القصه ولكن تبقى ايه؟ الامبليتيودز ديت تبقى ايه؟ بتاعت الايمجز تبقى ايه؟ تبقى واخده شكل السنت. يعني كده هاخد ايه؟ عمال يقل معايا. مش القصه. انا في الاخر عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوصل للاشاره ديت. تمام؟ ديت الاشاره بتاعت الاصليه ديت سالب اف ام وديت موجب اف ام. هي ديت ايه؟ الاشاره الاصليه بتاعتي. تمام؟ انا المفروض اجي عند الريسيفر او اجي عند الجهاز اللي بيستقبل الاشاره اللي هي بتسامبل انه ايه؟ يوصل للمعلومه دي بحيث لو وصل قدر يوصل للاصله ديت بعد كده ايه؟ رجع للاشاره الاصليه بتاعتي تاني. في حد عنده استفسار اي استفهام؟ والناس نايمه ليه؟ طيب فالمفروض ده ايه؟ انا عايز اوصل للكلام ده. طيب ايه هو ايه هو بقى الـ يعني اسوأ نوع سامبلنج هيتم عندي؟ اسوأ اف اس لما انا يكون عندي المنظر ده. لو انا عندي كده ما عنديش فيه جاب هنا. تمام؟ النقطه ديت من الكيرف الاولاني من الكيرف ده بتساوي ايه؟ بتساوي اف ام. ومن الكيرف ده اف اس ناقص ايه؟ اف ام. تساوي الاثنين دول ببعض لان الكلام ده نفسه ايه؟ عند اف اس بتساوي ايه؟ الاثنين اف ام. يبقى اسوأ عمليه سامبلنج تحتم لما تكون الاف اس بتساوي الاثنين اف ام. طبعا ايه؟ مع اكبر ايه؟ اكبر بشكل ايه؟ بشكل يعني كويس يعني تحس انه يعمل سامبلنج بشكل مظبوط. تمام؟ طيب ساعات انت هتلاقي في السامبلنج هتلاقي فيه بيحط كده نيرون حاط هنا نور مسطر وبعد كده بيعدي على ايه؟ على السيت بتاعته السامي. تمام؟ اللي هو السلتر ده ايه دوره او بيستخدم في ايه؟ انا دلوقتي عندي في مثلا اشارات هي مش فاينايت في الـ في الباندويتس. تمام؟ يعني مثلا اشاره البلس عندي بلس هتلاقي سيت. طب السيت ديت المفروض الباندويتس بتاعها عندنا نهائي. الاف ام بتاعتها عندنا ايه؟ عند ما نهائي. انا لو دخلت الكلام ده على السامبلينج فانا كده مش هقدر احقق ايه؟ مايكرو ستريت. فانا هجبر الاشاره اللي داخله على السامبلر انها تبقى ايه؟ ليها اف ام معينه بحيث ان السامبلر بقى ليه اف اس انا مظبطها اكبر منها وتساوي ايه؟ الاثنين اف ام. تمام؟ واضحه ولا ايه؟ دلوقتي انا عندي اشاره ايه؟ اشاره ديت الام اوف تي. تمام؟ ديت ايه؟ ده الزمن. الفريكونسي عامله ازاي؟ حاجه كده. طيب الاف الماكسيمم فريكونسي بتاعها بيساوي كام؟ ما لا نهائي. طيب انا هعمل ايه؟ هخلي هنا النو باس فلتر ده السامبلر ده انا ضايقها عندي دي اف ام والاف ام ديت زي مثلا دي 4 كيلو هرتز. يبقى انا عامل السامبلر ده بياخد عينه كل ايه؟ او ياخد 8000 عينه كل سنه. ده السامبلر ده عامله ضايق ده انا شاريه ده اللي معايا. تمام؟ يبقى انا عايز ايه؟ داخل له تبقى اشاره ايه؟ اقصى حاجه ليها كفريكونسي 4 كيلو هرتز. يبقى انا هحط ايه؟ نو باس فلتر دي اقصى حاجه ليه هي 4 كيلو هرتز والباقي ده ايه؟ يعمل بروجيكشن بحيث ان عمليه السامبلنج اللي بتتم تبقى ايه؟ تبقى بالشكل المظبوط. تمام؟ في مشكله؟ طيب دي حاجه من التفاصيل ايه؟ اللي ليها علاقه بالسامبلنج. يبقى انا كل خلف السامبلنج ده تبقى الشاره عامله ازاي تاني؟ من تبقى شاره سبيد في التايم. طب انا دلوقتي عايز ايه؟ عايز ادخل الشاره سبيد في التايم وي كونتينوس في الامبليتيود. عايز اطلع السبيد في التايم وي سبيد فين في الامبليتيود. طيب هو بس احنا نسينا نقول اصلا الغرض اصلا بتاع البي سي ام ايه؟ انا بحول الاشاره اقلب لاشاره لاشاره يبقى منتظر هنا يبقى عندي مجموعه من زيروز اند وانز لا اكثر ولا اقل ايه؟ نقول يعني نقول هنا بنتكلم عن ايه؟ الكوانتايزيشن. انا دلوقتي بقول الكوانتايزيشن ان انا عندي الامبليتيودز بتاعت كل السامبلز ديت ستيل ايه؟ كونتينوس. تمام؟ فكل
عندي انا هعمل مجموعه هختار مجموعه من الليفلز او مجموعه من الفاليوز لاي سامبل هيتم تقريبها اليه. تمام؟ يعني مثلا دلوقتي انا بتكلم على هعمل ايه بتاعت الكسابه 4، يبقى انا هعمل ايه؟ اي سامبل من السامبلز ديت هيبقى ايه؟ هتقرب القيمه من الاربعه، مثلا سي ديت مثلا اكس 1 بي اكس 1 بي اكس 2 بي اكس 3 ديت القيم اللي هتطلعها السامبلز من الكوانتيزيشن. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب في احنا عندنا في نوعين من ايه من الكوانتيزيشن، في نوع اسمه يونيفورم في نوع اسمه نون يونيفورم. بالمنطق كده اليونيفورم ده يقصد ايه؟ المسافه ما بين كل ليفل وليفل سهله. تمام؟ يعني انا عندي هنا زي ما في برضه عندي نوعين من اليونيفورم، في حاجه اسمها ال يعني بيعتبر الزيرو، بيعتبر الزيرو ليفل معايا او ساعات ما بعتبرش الزيرو ليفل. بمعنى انا مثلا سيب دلوقتي المشروع ديت ديت دي سالب 4 وديت ايه 4 دي اسايمنت فيها ايه فيها امبليتيود تاني. تمام؟ انا مثلا دلوقتي هختار عايز كام ليفل مثلا؟ هختار كام ليفل؟ اللي بيساوي 4 مثلا؟ تمام. طيب انا عندي في حاجه اسمها دايناميك رينج. الدايناميك رينج ده هو ايه؟ اقصى قيمه ناقص ايه؟ اقل قيمه. يبقى انا عندي حاجه اسمها الدلتا اس او الدايناميك رينج دوت بتساوي ايه؟ ال 2 في 4 على او ال 2 في 4 قليل. تمام؟ طيب بالنسبه لي الدلتا اس اللي هي الستيب سايز اللي هي المسافه ما بين كل ليفل وليفل. تمام؟ بتساوي ايه؟ في 4 على 4 الدايناميك رينج على ايه؟ على الاريا. تمام؟ اللي هي الدايناميك رينج على الهيد اللي هي هتساوي 8 على 4 بتساوي ايه؟ بتساوي 2. تمام؟ يبقى انا عندي هنا المفروض انا لو هعتبر ان الزيرو ده التارجت ليفل انا هطلع ايه؟ هطلع هنا 1 وهنزل هنا ايه؟ 1. ادي المسافه دي كام؟ المسافه دي 2 معايا. تمام؟ طيب والمفروض ايه؟ بيبقى عندنا ايه؟ عند السالب 3 ونفس الكلام هنا ايه؟ عند 3. تمام؟ ادي عندي هنا ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 ليفل 8 او هنا ليفل 8 ليفل 4. تمام؟ تمام. انا عندي في النوع ده من الكوانتيزيشن اصلا عندي عدد ايه عدد الليفلز ممكن يكون فرق. تمام؟ في نوع تاني اللي احنا ايه هنسويه دلوقتي هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى كده خلصنا مع بعض. انا دلوقتي عندي ليفل 0 ده المفروض ان في حاجه اسمها تارجت ليفل او تارجت بوينت. تارجت بوينت بيسمي يعني عباره عن ايه؟ عباره عن الافرج بتاعي، يعني السالب ده طب اي قيمه او اي سامبل وقع في الليفل ده هيتم ايه؟ تقريبها لسامبل على قيمتها بسبب 3.5. نفس القصه بالنسبه لي ايه؟ ليفل 1 اي سامبل وقع في الليفل ده هيتم تقريبها ايه؟ يعني او بالمتوسط بتاعته ايه؟ تمام؟ ايه؟ بالمسالب دي وهكذا بالنسبه ايه؟ كل السامبلز. تمام؟ المفروض بقى الكلام ده هتدخل على الكودر، الكودر ده يعمل ايه؟ يحول الليفلز الثابته على الليفلز الثابت ده الى ايه؟ مجموعه مصدر واحد. هنا مثلا ليفل 0 ده هيترجمه ب 0 0 0، هنا 0 0 1، عشان لو عندي خمسه ليفل، خمسه ليفل هحتاج ايه؟ 3 بس عشان ايه؟ اعبر عنه. تمام؟ وهنا هيبقى عندي 0 1 0، وهنا هيبقى عندي 0 1 1، وعندي ايه؟ 1 0 0. تمام؟ فانا عندي اي سامبل وقع هنا هقدم ايه؟ يعني تمثيلها بثلاث اصوات ونفس الكلام بالنسبه للوحده. تمام؟ دي ايه القصه بتاعتي بتاعت الكوانتيزيشن. طيب في سيركتس بتعمل الكلام ده؟ ما اعرفش تقدر تعمل ريفرنس عليها ما اعرفش ايه. في اللي عندنا الكاونتنج خطر النجر المفروض الكاونتر كوانتايزر او الكاونتنج كوانتايزر الكاونتر اوبتيميشن الكلام ده اخذته فلاش. ايوه هو اكيد اخذته ماشي مش بس يعني ما نطورش الموضوع مش هنحطوش في البيت يبقى مش معانا يعني. طيب دلوقتي عندنا احنا برضه في توبيك تاني برضه او موضوع مهم برضه اسمه ايه؟ المونتاجن ثيوري. تمام؟ احنا عندنا دلوقتي المفروض سامبلنج سامبلنج عندنا بيبدأ عامل ميرور ولا لا؟ سامبلنج اول حاجه خالص لو انا محقق نايجو ستريت مع مشاوير لو نايجو ستريت مش متحقق بيسميه اليزنج ايرور. تمام؟ تمام ده بايه؟ ده ايرور بناتج عن السامبلنج ده في حاله ايه؟ ان انا ايه؟ ما حققتش النايجو ستريت بتاعي. انما بالنسبه لي الكوانتيزيشن فانا كده كده هيبقى عندي ايرور ليه؟ لان انا السامبل ديت بقربها ايه؟ بقربها لي التارجت ليفل. تمام؟ بقربها لي قيمه معينه فاي عمليه ابروكسيميشن بتلاقي يعني عندي ايرور. طيب انا عندي الماكسيموم ايرور بتاع السامبل هيبقى عامل ازاي؟
هنا مثلا السامبل اي سامبل وقع في الليفل ال 35 ايه؟ النقطة اللي موجودة في نص الليفل بالظبط. أنا عندي مثلا الليفل بالظبط كده، أنا عندي السامبل وقع هنا كده الحتة دي، يعني هي قليلة أوي من سلك واحد، أنا هقربها لإيه؟ لزيرو. تمام؟ يبقى أنا عندي الزيرو ده هيساوي دلتا اس على إيه؟ الاثنين، ده الماكسيموم ليفل. ولو عندي هنا مثلا قيمة قليلة أوي من واحد هيتم تقريبها لإيه؟ من زيرو برضه. تمام؟ يبقى أنا عندي زيرو إيه؟ قيمته مستوى واحد، اللي هي برضه دلتا اس على اثنين. يبقى الماكسيموم ليفل عندي لكل سامبل هو إيه؟ دلتا اس على اثنين. تمام؟ أو النقطة والسالب إيه؟ تمام؟ طيب احنا بالنسبة لي الايرور بتاعنا الماكسيموم هنا الماكسيموم ايرور بيساوي دلتا اس على الاثنين. تمام؟ طيب لو احنا جينا كده عايزين نشوف الـ يعني الباور بتاعة الايه؟ الايرور اللي عندنا. يعني احنا عشان نحسب الباور بتاعة راندوم اللي هي تقييمها اللي احنا راندوم بالنسبة لي راندوم فاريبل، انا ما اعرفش الفاريبل ده هيبقى الايرور ده بيساوي كام بالظبط ما اعرفوش. ولكن انا عارف ايه؟ عارف الميد ليف بتاعه او البروبابيلتي ديست فانكشن بتاعته ان هو بيتراوح من سالب دلتا اس على 2 الى دلتا اس على 2، والامبليتيود بتاعي ده يونيفورم والاريا بتاعتي دي بتساوي 1. تمام؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ 1 على دلتا اس، ده الامبليتيود بتاعي البي دي اف بتاعي او البروبابيلتي ديستي فانكشن. تمام؟ علشان احسب الباور بتاعه الراندوم فاريبل المفروض ايه؟ بحسب حاجه اسمها الفاريانس. طيب ولا لا؟ طب قالت ان عندي ايرور بتساوي دلتا لسه ترجع ل 12 ولا مش هيخلص؟ طيب هو ما اكيد هت يعني الموضوع خلاص في ايه ولا لا؟ هو وش برضه من المنظر ما في عندنا نوعين الميد رايز اسمه الميد تريد. تمام؟ الميد رايز عندي او الميد رايز عندي بيعتبر ان زيرو ايه؟ طالب الدفاع عندي. يعني الميد تريد بيبدا ايه؟ بدل ما انا احنا هنزل سالب واحد وقع واحد انا هطلع ايه؟ هطلع دلتا اس وهكذا. تمام؟ دي القصه بتاعته ايه؟ لو عايزين نستنى هنكون نستنى ممكن بسرعه اقرب دي الاشاره بتاعتي هطلع هنا ايه؟ جيت عند الاثنين وجيت ايه؟ عند الاربعه ونفس الكلام ايه؟ هنزل عند سالب اثنين وهنزل ايه؟ طبعا دي ثمانيه وعندي ايه؟ وعند سالب اربعه. تمام؟ هي دي الليفل بتاعتي، دي ليفل زيرو، دي ليفل 1، دي ليفل 2، ودي ليفل 3. الحاله ديت في حاله النوع ده من الفورتيزيشن يبقى انا عندي اربع ليفلز، فاي ليفل يجي 0 0 1 1 0 1 1. تمام؟ النوع ده بياخد ايه؟ يعني بياخد عدد زوجي من ايه؟ من الليفلتين. ولكن هو كونسيبت واحد مش قصه مش فيها اختلاف خالص، هنا بس ان انا بقى لسه عندي 2 1 9 2 بس ان الزيرو بتاعي ايه؟ يبقى تارجت ليفل، هنا عندي 0 او ايه؟ تارجت ليفل. تمام؟ يعني بقى خالص طبعا. تمام؟ شكلهم اصرف. الدرجة بتاعتي هتبقى كام؟ 2 هي دايناميك رينج على ايه؟ على الليفلز اللي انا عايزه. تمام؟ انا عندي هقطع ايه؟ ده زيرو ده هقطع ايه؟ هقطع دلتا اس اللي هي 2 ودي هقطع دلتا اس ثانيه اللي هي ايه؟ عند الاربعه يبقى ادي دلتا اس ودلتا اس ونفس الكلام ايه؟ في الجزء السالب هنزل هنا عند سالب 2 وهنا ايه؟ عند سالب 2 وهنا عند سالب 4. تمام؟ طب انا عندي لو عندي سامبل يعني ادي ليفل زيرو ادي ليفل 1 ادي ليفل 2 ادي ليفل 3. تمام؟ انا لو عندي سامبل واضح هنا عند زيرو هتقرب لايه؟ لواحد اللي هو ايه؟ سامبل هنا نوع واقع في الحته ديت مثلا. تمام؟ ما بين زيرو و ايه و ايه الجزء الاول فهتقرب لايه؟ لليفل 2. تمام؟ تاني ايه؟ قرب الافرج. ما هو الافرج، ما هو الافرج هو كام؟ واحد. واحد مظبوط ولا ايه؟ طيب احنا هنا التارجت ليفل بتاعي يساوي كام؟ سالب 3 ده التارجت ليفل. وهنا جزء من ايه؟ عندنا ليفل 0 ده هيبقى ايه؟ التارجت ليفل بتاعته هي سالب 3 وليفل 1 هتبقى ايه؟ التارجت بتاعه هي سالب 1 وليفل 2 هتبقى التارجت بتاعه 1 وليفل 3 هتبقى بتاعه ايه؟ 3. تمام؟ يعني اي سامبل وقع فيه 3 هتقرب من 3 هتبقى فقط ده القصه. طب انا عندي لو في سامبل وقع في الحته دي يعني ايه في الجزء ده يعني سامبل ايه مثلا هتقرب لايه؟ هتقرب لواحد. الصفر بتاعي ده مش فيش اي قيمه هتقرب للصفر. هي دي بقى ده الفرق ما بين ايه؟ التريد ايه والرايز. تمام؟ طيب هو ده الجزء النظري اللي انت جبت بقى ايه؟ جايب سي كيو ايه؟ ده مش عارف جايب سي كيو ايه؟ مش عارف اسمها خالص. طيب في اي مشكله في الجزء ده؟ طيب في
في عندنا بونس الثاني اسمه ايه؟ اسمه التي دي ام. طيب دي بيجن ايه؟ مالتر بيكسل. انتوا كنت عنه قبل كده؟ طيب دلوقتي ايه؟ عايزين نتكلم عنه برضه ايه سريع. طيب برضه معلش بس قبل ما نعدي الحكايه. احنا قلنا الغير بتاعت الباور بتساوي ايه؟ دلتا اس بتساوي على ايه؟ على 12. هتيجي منين؟ الكلام ده هيجي من ان انا احسب الفاريانس هي الايه؟ هي الكيرف ده. طب الفاريانس بتتحسب ازاي؟ المعلومه يعني انا بقى هنا بكامل اكس ناقص ام تربيع دي ال ايه بي اوف اكس دي اكس من سالب ما لا نهايه الى المدى النهائي. ده ايه؟ ده القانون بتاع ايه؟ حساب الفاريانس بتاعي. طيب ايه هي الام ديت؟ المين بتاعي. المين بتاع ايه؟ بتاع الكيرف ده. المين بتاعي يساوي كام؟ المين هنا واضح يساوي كام المفروض؟ طيب المين المفروض المين ده برضه ليه قانون اسمه الاكس دي ال بي اكس دي اكس. تمام؟ ده القانون بتاع المين. كل ده تحسب المين يوصف معاك، تحسب المين بتاعك وايه؟ المفروض تطلعيه على القانون بتاع الفاريانس، ده الفاريانس. تمام؟ الفاريانس هي ايه؟ هي البابا بتاعتك. انت مبسط المفروض تبقى انت عارف ان الايرور بتاعتك هي دي بتقيس تربيع على ايه؟ على ال 12. ولو انا عايز اقلل الايه؟ الايرور اللي عندي ده هعمل ايه؟ سواء اقلل الماكسيموم او اقلل كلهم ايه؟ نفس الفكره ايه؟ اقلل الايرور ازاي يعني؟ ازود عدد او ازاي؟ بالظبط. ازود عدد ايه؟ الليفلز. تمام؟ انا لو زودت عدد الكومنتيشن ليفلز فانا كده عامل ايه؟ مقدار التقريب عندي عامل ايه؟ عمال يقل. تمام؟ طيب المشكله ايه بقى من زياده عدد الليفلز؟ الديفنس. انا طول كل ما انا ازود عدد الليفلز فانا عمال ازود عدد البيتس اللي هتميز لي كل ليفل عن ليفل. فبالتالي كل سامبل عمال يزيد ايه؟ عدد البيتس بتاعتها. فبالتالي لو انا مثلا عايز اخزن السامبل ديت لو انا مثلا هاخد 1 بيت او 2 بيتس هتاخد مثلا 1 بايت مثلا. والكلام ده بقى على عدد سامبلز كبير او عدد زمن كبير. انما ده سبب بالنسبه لي انا عندي اشاره مثلا طويله في الزمن او في التايم لان عدد السامبلز اللي بتمثلها كتير وعدد البيتس اللي بتمثل كل سامبل كبير فبالتالي ايه الباند بس بتاعي ايه هيبقى كبير. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ الدنيا سهله بس الناس بتحاول تربط بين بعض عشان كده خرج الكودنج وخرج الاشاره دي اصلا ديت دي شغل النهارده خرج الاشاره دي خرج البايثون الشروط دي تبقى ديجيتال ولا انالوج؟ هو ايه مفهوم الديجيتال والانالوج اصلا؟ ديجيتال هو انالوج يعني كونتينوس تايب كونتينوس امبليتيود. طب الشروط ديجيتال ديسكريت تايب ديسكريت امبليتيود يبقى الشروط دي تعتبر ايه؟ تعتبر اشاره ديجيتال. تمام؟ ولكن ان شاء الله الباينر اللي احنا عايزينها يعني حاله خاصه او تشكيل قسم دي من الديجيتال. ان انا بدل ما يكون عندي مثلا 16 يعني 16 ليفل او 16 فاليو لما تبدا انا عندي هم ايه؟ 2 فاليو 0 و 1. تمام؟ هو ده ايه ده الفرق؟ انت عندك مثلا في البلس امبليت مودريشن المفروض يعني ايه؟ المفروض تكون باور. تمام؟ البلس امبليت مودريشن الخلف بتاعه بعمل ازاي؟ ايه؟ واقول احنا عملناها على فكره هو خد الستامينكس بس ايه؟ عباره عن بلس وانا بيكون بالنسبه لي حاجه كده مثلا انا عندي الاشاره الاصليه. تمام؟ كل اللي هعمل فيه يبقى عندي هنا بلس. طبعا البلس تبدا برضه عند الزيرو وعند الدي اس وهكذا نفس القصه بالظبط. يعني ايه يعني بلس هنا؟ نفس القصه ايه؟ بايه؟ اعتبر هو ايه؟ يعتبر خلق السامبلين. تمام؟ ولكن انت برضه بتقرره ليه ليفلز معينه، بتقرره برضه بتعمل عمليه الكونتازيشن عليه. تمام؟ فلو انت عندك الخلق هو ايه؟ نفس الشكل بالظبط بس معمول عمليه ابروكسيميشن. هاي كده مثلا ان انا بتاعها صغيره على حسب ايه؟ على حسب الماس بتاعي او الشهر الاصلي بتاعي. تمام؟ طيب الفرق ما بين الانالوج يعني الموديليشن دي والبلس موديليشن ايه؟ الفرق الاثنين مع بعض ايه؟ الكارب اللي جاي في الانالوج عباره عن ايه؟ عباره عن كونتينوس سيجنال او عباره عن كوزاين ويف. هنا الكارب بتاعه عباره عن ايه؟ يعني طبعا كلهم بلسز. تمام؟ وده الفرق. طب المسج بتاعتي كنت نوصل ولا انالوج ولا ديجيتال؟ هنا طيب كده بقى برضه عشان الناس تبقى في الصوره انا عندي فيه الانجل ريليشنز بتساوي عباره عن ايه؟ الانجل انا
سيجنال الكتروني انا سيجنال تمام. طب الكارير بتاعي طيب بالنسبه لي الباس كونديشن السيجنال بتاعي شغال معايا دي عايز انا اقول لي دي معامل الباصات تمام. طب الكارير بتاعي عباره عن ايه؟ سيجنال باص تمام. طب بالنسبه للديجيتال كونديشن السيجنال بتاعتي عباره عن ايه؟ ديجيتال تمام. وانز وانز وزيروس مين الكارير بتاعي عباره عن ايه؟ برضه ايه؟ وزن بعدين تمام. دي ايه الداتا انا هاخد الشن عندنا اصلا تمام. الانالوج بي البلس بي ايه بي ال ديجيتال ده ايه الكارير والسيرف بتاع مين بالمنظر ده. في اي مشكله احنا هنروح على النقطه اللي بعدها. طيب ساعات في الاسئله بتاعت برضه البي سي ام يجي يقول لك ايه انا عايز احسب ايه السيجنال نويز ريشيو او السيجنال تو كوانتايزيشن نويز ريشيو. فانا المفروض اعمل ايه؟ احسب الباور بتاع السيجنال الاصليه بتاعتي واحسب الباور بتاعت الكوانتايزيشن ايرور تمام اللي هي بتتقاس في عدد 12 بتتقاس بقى قلنا هي الدايناميك رينج على ال والال بتاعتي بتساوي ايه؟ فانا عايز اجيب العلاقه بين ال وال ايه والنمبر اوف بيتس. ال بتاعتي بتساوي 2 نص ان تمام. احنا لما رسمنا هي ايه؟ انا عندي هنا كابل 1 2 3 4 عندي كل بت بتمثل كل ليفل بتمثل كام بت؟ في 2. فانا عندي الايه؟ ال بتساوي 2 نص ان تمام؟ دي برضه ايه؟ علاقه بين ال وال ايه؟ في النمبر اوف بيتس دي اللي احنا هنحتاجها تمام؟ طيب ده كده يعتبر ايه كل النقاط يعني اللي لها علاقه بايه؟ بالبي سي ام. هنتكلم بقى على الدي ام بسرعه. بالنسبة لي تي دي ام ايه هو الكونسيبت بتاعه؟ تي دي ام بيعمل تي دي ام بيعمل ايه؟ مالتبلكسنج تمام. انا بيكون عندي المفروض انا عندي مثلا هنا اس 1 اللي هي الاشاره الاولانيه وعندي اس 2 وعندي اس 3 الثلاثه دول عايز ابعتهم ايه؟ على نفس الشانل سواء على كيبل او على ايه او على او وايرلس تمام؟ طيب ايه اللي بيتم فيه التي دي ام؟ انا بيكون عندي اهو مثلا انا باخد السامبل الاولانيه بتاع سيجنال 1 تمام؟ يد ايه؟ يد سيجنال 1 و باخد السامبل الاولانيه بتاع ايه؟ سيجنال 2 و باخد السامبل الايه؟ الاولانيه بتاع ايه؟ سيجنال 3 تمام؟ يبقى انا كده خدت السامبل الاولانيه من كل ايه؟ من كل اشاره وبعتهم ايه؟ جنب بعض تمام؟ وبعد كده بعد ما انتهيت من ارسال اول سامبل من كل اشاره ببعت حاجه اسمها ايه؟ سنكرونايزيشن بيت او سنكرونايزيشن سيجنال تمام؟ يبقى عندي سيجنال كده بتقسمني ما بين سامبل 1 وباقي السامبلز يعني تمام؟ الكلام ده بيسميه ايه؟ بيسميه فريم. تمام ده فريم ان انا سامبل 1 مع سامبل 1 مع سامبل 1 ده ايه؟ بيمثل ايه؟ بيمثل لي فريم. وبعد كده ببعت ايه؟ ببعت سامبل 2 من كل اشاره وبعدين كده عندي في برضه سنكرونايزيشن بيت وهتلاقي نفس القصه بالظبط. فده ايه؟ ده الكونسيبت بتاع الكي دي ام. فدلوقتي انا عندي سيجنال 1 ديت المفروض ليها ليها بيت ريت. البيت ريت احسبه ازاي؟ لو احنا بنتكلم على اشاره واحده بس اشاره واحده عليها تمام؟ زي مثلا الاشاره عندي اشاره الصوت بتاعتي. اشاره الصوت بتاعتي ليها ايه؟ ليها ماكسيموم فريكونسي 4 كيلو هرتز. ان شاء الله خلاص ده ليه مفيد ايه ده داخل على ايه؟ على السامبل. اول حاجه اعمل ايه؟ بعمل سامبل بالاف اس بيساوي كام؟ مينيموم 8 8 كيلو هرتز. معناه ايه الاف اس بيساوي 8 كيلو هرتز؟ معناه ان عندي 8000 سامبل الثانيه الواحده تمام؟ طيب انا المفروض كل سامبل همثلها في كام بت؟ على حسب عدد الليفلز بتاعتي. سي انا هعمل يعني ايه؟ هستخدم 8 ليفل تمام؟ استخدم 8 ليفل يعني عندي في 8 ايه؟ تارجت بوينتس تمام او تارجت ليفلز. يبقى انا عندي كام بت همثل فيه كل سامبل؟ ايه؟ 3 بت تمام. يبقى انا عندي عدد يعني انا عندي ان ان بتساوي 3 تمام؟ طيب دلوقتي انا عندي في الثانيه الواحده عندي في 8000 يبقى في الثانيه الواحده عندي كام بت؟ 24 عندي 3 في 8 24000. يبقى انا عندي ار بي او البت ريت بتساوي ايه؟ ال اف اس في الان واضحه؟ ثاني ال اف اس دي عدد السامبلز في الثانيه والان ده عدد البيتس لكل سامبل. انا عايز اعرف ايه هو ار بي؟ عدد البيتس اللي في الثانيه الواحده
تمام؟ هيساوي ايه؟ الانت في الفيس مش فيه بس انا ايه؟ انت فيه نصيب بالظبط وانت مفرق دلوقتي مش ناس الوقت اهو انت تبعت اول سامبل وبعد كده تبعت تاني سامبل اهو انا بتكلم على واحد بس انا بتكلم على سيجنال واحده دلوقتي دي سيجنال واحده تمام انسى حط دي خالص بتكلم ان جنرال بتكلم ان بتحسب البيت ريت لاي ايه ان شاء الله عندي في مش فاهم ده دلوقتي بقى عايزين ننتقل ايه لو انا بتكلم على ال تي دي ام سيستم تمام انا عندي كل سيجنال هحتاج كام بت عشان او البيت بتاعها هيساوي كام كل سيجنال هحتاج ان انا ابعت ان في اف اس ونفس الكلام بين ان في اف اس وهنا ان في اف اس طيب يبقى الاوفر اول بيت ريت بتاع السيستم ده عامل ازاي؟ انا دلوقتي انا لازم ان شاء الله اولانيه ابعت اللي هي كان هنا 24 كي كيلو متر سكند انا عايز ابعت ان شاء الله اولانيه 24000 بت في السنه الواحده والاشاره الثانيه لازم ابعتها 24000 بت في الثانيه ونفس الكلام في الاشاره الثالثه بحيث ايه؟ ان لازم عشان الاف اس تكون محققه تمام؟ يبقى انا بتكلم على السيستم بقى بتاعي لو انا قعدت رصيت الرصه دي لو جيت شفت ثانيه واحده يبقى الثانيه الواحده دي كنت فيها كام بت؟ ايه؟ 24 وصلت؟ انا لو جيت بصيت هنا اخدت هنا ثانيه واحده من الكلام اللي بعته ده هلاقي فيه كام بت؟ لازم الاقي فيه ايه؟ 24 في 3 تمام؟ تمام؟ ماشي حسب مبني مين؟ كومبليشن برضه في حاجه اسمها نون يونيفورم كومبليشن تمام؟ ما تكونش اتقالت عنه حاجه او هتقول عنه حاجه بس الفكره عنه ببساطه ان البيت ريت بتاعتي مش ثابته تمام؟ ليه؟ انت عم بلاقي في اشارات عندي ايه؟ مثلا شرط الصوت فده مثلا الصوت بتاعي كده ولاقي ايه؟ يعني في مثلا عندي ميكس كده في لحظات معينه بزع في لحظات معينه فانا لو كان بيت ريت لو انا عملت الحضاره ديت هلاقي بتاعتي هنا مثلا ايه؟ يبقى انا عندي كل الاشاره نفسها الاشاره يعني هي الصوت الطبيعي كل الاشاره دي ايه هيتقرب ايه؟ اللي في قيمه واحده فبالتالي هسمع ايه؟ هسمع يعني هسمع مش هسمع حاجه تمام؟ يبقى انا كده بالنسبه لي انا كده ايه بضيع ايه؟ يعني بضيع السيجنال بتاعتي او الماتش بتاعتي هو ايه؟ الجزء ده بيروح مع بستخدم له بيتس صغيره بذاكر ايه؟ بيتس بتتقطع شويه تمام؟ ايه؟ بيكون ست اشهر كويس لو جه طلب منك جه طلب منك من الدي بي بتعمل ايه المفروض؟ سيجنال تو نويز ريشيو يا اصلا سيجنال تو نويز ريشيو احنا قلنا بنساوي ايه؟ بنساوي الورقه في السيجنال على الورقه في النويز تمام؟ لكن انت جبتها ايه؟ يونت ليس ما فيهاش واحد لو هو عايز يعمل دي بي هيبقى عامل ازاي؟ بيبقى 10 لوج 10 ايه؟ القيمه دي ده بالدي بي تمام؟ 20 ده لو الكام على بعض لو بط على بعض تمام؟ لو بوظ كام 10 بيبقى 10 تمام؟ طيب السؤال ايه؟ السؤال بيقول لك ايه؟ مسج سيجنال ام اوف تي از ترانسميتد باي باينري بي سي ام وزاوت كومبريشن يعني ايرت سيجنال نويز ريشيو از ريكوايرد تو بي ات ليست 47 اس بي يعني هو كده اداني ايه؟ سيجنال نويز ريشيو بتساوي 47 اس بي وهنا بيقول لي ديترمن ذا مينيمم فاليو اوف ال يعني هو عايز ال على الليمت ريكواير اسيومينج ذات الام اوف تي از ايه ساينوسويدال المسج بتاعتي ساينوسويدال وعايز ال المفروض اعمل ايه بقى؟ واحده واحده اول حاجه مين؟ الباور بتاعت السيجنال نفسها الباور بتاعت السيجنال بتساوي ايه؟ ساينوسويدال ايه تربيع على الاثنين تمام؟ طيب انا عندي هنا البي اس بتاعتي تربيع على الاثنين طيب يبقى بعض النويز مثال بعض النويز احنا قلنا دلتا اس تربيع على 12 دلتا اس تربيع على 12 طيب دلتا اس بتاعتي تساوي كام؟ دايناميك رينج دلتا اس بتساوي دايناميك رينج على ايه؟ على ال او على كونس ال احنا عايزين ننزل دلوقتي طب الدايناميك رينج بتاعي بيساوي كام؟ اللي هو اقصى قيمه ناقص اقل قيمه
دي شغله سينوسويد يعني ايه من ايه سالب ايه يبقى انا عندي انرجي فلو جاب من ايه من ايه على ال تمام يبقى انا عندي الباور بتاع النويز بتساوي كام دلتا اس تربيع يبقى عندي ايه 4 اي تربيع على ال تربيع على ايه على 12 تمام يبقى دي الباور دي النويز يبقى الباور يبقى عندي هنا ال 10 لوج 10 دي الباور بتاعت السيجنال هي اي تربيع على ال 2 في 12 ال تربيع على 4 اي تربيع هتساوي ايه 47 على اي تربيع مع اي تربيع هيبقى لي ال ال بتاعتها هذا هو الرقم ماشي انا هتكسب ال 10 اهي هيبقى عندك 4.7 ويبقى 10 اس ل 4.7 بتساوي ايه بيساوي 12 اللي تربيع على ال 8 طب الفوصلتين وجزء ربنا يوصل كام تمام احنا ايه بنتكلم على البي سي ام مع ايه مع دي ام هو البي سي ام دي ام هم ايه يعني الموضوع ده مواضيع اربعه تمام طيب كل هنا 5 تليمتري سيجنالز انا عندي خمس اشارات تمام ايتش اوف باندويتس 1 تو هرتز كل اشاره ليها ايه ليها باندويتس ليه 1 تو هرتز ارت تو ترانسميتد سيمتينيسلي هبعتهم يعني مع بعض في نفس الوقت يا اخوان باي باي ال سي ام يبقى انا خدت ال سي ام عشان ايه احول الاشاره اللي هي الكادر ديت ايه اشاره باي تمام قول لي ذا ماكسيمم ايرور ان سند الامبليتيود از 0.2% اوف ذا بيك سيجنال تمام طب قول لي احنا ايه اللي هو ايرور دلوقتي ايه بتو ومديني الاف ام بتساوي 1 كيلو هرتز وقال لي ان انا عندي الان بتاعتي لو عدد السيجنالز بتساوي 5 عندي 5 اشارات هعرفهم مع بعض بيقول لي الماكسيمم ايرور في كل سامبل ايه هو مثلا ايرور دلتا اس على 2 احنا قلنا ايه انا بقرب الايه التارجت ليبل بتاعك يبقى دلتا اس على 2 قال لي بتساوي 0.2% في ايه في البيك بتاع السيجنال البيك بتاعك ليه سي مثلا قلنا ايه مثلا ان شاء الله سينوسويدال اهي يبقى البيك بتاعه ايه هو ايه تمام طيب بيقول لي هنا كمان ذا سيجنال signals must be sampled at least 20% above the microstrip. يوسف ايه بقى؟ طيب اول حاجه هجيب الاف اس يعني ايه المينيموم الاف اس مينيموم بتساوي كام؟ بتساوي 2 كي تمام؟ طيب هو هنا بيقول لي اقل حاجه هو هيستخدم ايه؟ هيستخدم الاف اس مينيموم ديت زائد ايه؟ 20% اعلى منها يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى الاف اس اللي هتستخدم هتبقى ايه؟ 2 كي بلس 2 كي او 1.2 في الايه؟ في 0 ايه؟ في 0.2 تمام؟ ده طبعا ايه؟ في معين في مشكله؟ يبقى هنا ايه؟ 2.8 تمام؟ طيب في مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا بيقول لي وفي فريمنج اند سينكرونايزنج ريكوايرز ان اديشنال 0.5 اكسترا بيتس احنا قلنا برضه انا بضيف ايه؟ في عندي سينكرونايزنج بيتس بتضاف في بيتس بنضيفها ما بين كل ايه؟ ما بين كل فريم وفريم تمام؟ قال لي هتحتاج مني ايه؟ هتحتاج مني 0.5% من البيت ريت بتاعي تمام؟ يبقى انا عندي بس هجيب بس البيت ريت الاساسي بتاعي من غير سنكرونيزيشن وهضرب ايه؟ في نص على 100 من الرقم ده كده انا جبت التوتال بيت ريت بتاع ايه؟ بتاع التي دي ام اللي عندي نقولها تاني انا عندي خمس اشارات كل اشاره ليها فريكونسي او مثلا فريكونسي هرتز وقال لي ان انا عندي الماكسيموم ايرور بتاع الكونتنزيشن بيساوي 2.10 على 100 في الامبليتود بتاع الاشاره وقال لي انا هعمل سامبلنج لكل اشاره بالقيمه دي تمام وقال لي انا عندي في بيتس اضافيه بتضاف عشان السنكرونيزيشن والفريمنج تبقى ايه تبقى زياده بمقدار نص على 100 تمام يبقى انا محتاج ايه اول حاجه اجيب البيت ريت بتاع كل اشاره واضربه 5 في البيت توتال بيت ريت وهجمع عليه بقى ايه الفريمنج بعد كده وصلت طيب البيت ريت بتاع ايه؟ ان شاء الله اولاني هيساوي كام؟ الايه؟ الام فين؟ قول الام فين في الاف اس بتاعتي؟ طب انا معيش الام معيش الام هعمل مين الام مين؟ ايه؟ هو دي هنا في جيم اهو مش هستخدمها دلوقتي هي دلتا اس على الاثنين فيها ام نفهم الضيق يبقى ماشي دلتا اس على 2 اهي بتساوي ايه؟ دلتا اس بتاعتي بتساوي دايناميك رينج
نص ال. تمام؟ يبقى انا عندي التسعة دي بتساوي ايه؟ الدايناميك رينج على 2 دي دي نص ال. طب الدايناميك رينج بتاعي بيساوي كام؟ 2 اي. يبقى عندنا 2 اي على 2 دي دي نص ال اللي هو هيساوي ايه؟ اي على 2 نص ال. ده الاي الناس اللي هم بتاعي. اي على 2 نص ال. يبقى الاي على 2 نص ال هتساوي 0.2 على 100 اي اي. هجيب منها ايه بقى؟ هجيب منها ال. دي مشكلة؟ طب ال بتاعي هلاقي ان القيمة ايه؟ فيها كسور. زي 4.6 مثلا 4.3. ال بتاعتي هتبقى كام بقى؟ هعمل سي نقرب ايه؟ القيمة اللي فوق. لان لو قللت كده بعمل ايه؟ بزود في الزيرو بتاعي. ولكن لو انا زودت انا كده ايه؟ الزيرو بتاعي هيبقى اقل من القيمة دي. ده اللي هو عايزه. تمام؟ يبقى انا ايه؟ بقرب ايه؟ القيمة اللي فوق. تمام؟ يبقى انا كده ايه؟ جبت الام كده جبت الفيت ريت بتاعي بتاع الشهر واحد. طب التوتال فيت ريت هيبقى ايه؟ هضرب في 5. تمام؟ هيبقى القيمه سي مثلا هنا الار بي. تمام؟ ده بتاع ايه؟ بتاع 5 شهور هيساوي 5 في ان في اف اس. طيب هل انا ببعت السامبلز بس بتاعت ال 5 شهور؟ لا، ببعت في معاها حاجات زياده. هو قال لي نسبتها ايه؟ 5 في المية. يبقى ايه؟ هيبقى الار بي بتاعت ال تي دي ام بتاعتي هتساوي ايه؟ هتساوي دي اللي انا سميها اكس، يبقى اكس بلس اكس في 5 على 100. تمام؟ ده ايه؟ ده توتال بيت ريت. لو جه بقى طلب منك حاجه مثلا الباند ويث، احنا عارفين عندنا بيكون في كونسبت في بين البيت ريت والباند ويث. هما الاثنين يعني قريبين من بعض. تمام؟ البيت ريت احنا فهمناه هو كام بيت اللي بعته سنه واحده. ده الصوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها ايه؟ البيت عندنا. تمام؟ طيب الباند ويث ده ايه؟ ده يعني الكابل بتاعي او الشاب ده انا حاجز فيها قد ايه؟ انا عندي اي كابل نت بيبقى ليه باند ويث معين. تمام؟ هو بيهرتز باند ويث. فقال لك الباند ويث اصلا هتساوي بتساوي الار بي على ايه؟ على الاثنين. ده الباند ويث بتاعي. هما يعتبروا هما الاثنين يعني ايه؟ يعني وجهين لمبه واحده مش هتلاقي فيديو. ده الار بي بيعرف تحت الفيديو. في اي نعيد تاني حاجه؟ الدنيا مش صعبه والله. مش صعبه يعني قال لي ان 8 بت بي سي ام انكودر از ديزايند تو ديل ويز ان انبوت سيجنال هاز ا دايناميك رينج اوف 2 فولت. يبقى انا كده ايه؟ قال لي انا عندي 8 بت بي سي ام. يوصل لي 8 بت بي سي ام يعني كل سامبل هرسلها فين؟ 8 بت. يعني ان بتاعتي تساوي كام؟ ان بتاعتي تساوي 8. ويقول لي هنا الانبوت سيجنال بتاعتي السيجنال اللي هدخلها عندها دايناميك رينج تساوي 2. تمام؟ وبيقول لي فاين سيجنال تو نويز ريشيو عايز اس ان ار الدي بي فور ان انبوت سيجنال نص كوزاين. وبيقول لي ايه؟ عايز سيجنال كلوز ريشيو. هعمل ايه بكل بساطه؟ هحسب فوق سيجنال. هتساوي فوق سيجنال هتساوي نص تربيع على ايه؟ على الاثنين. طيب والباور بتاعت النويز هتساوي دلتا اس تربيع على ايه؟ على 12. دلتا اس تربيع بتاعتي هجيبها منين؟ من الدايناميك رينج اللي عندي اللي هو هيبقى 2 في النص على ايه؟ دلتا اس تربيع على 12 بتساوي الايه؟ الثمانيه عدد الليفلز معايا. لا هو هنا قال لي 8 بت بي سي ام. 8 بت انت عندك 8 بت الابن دي معناها بمثل كام سنه كام بت. وهو هنا قال لي 8 بت بي سي ام. يبقى يقصد ايه بتاعت 8؟ يعني دي 56. تمام؟ بس مش اكتر يعني. في مسائل ثانيه معايا بس يعني ايه؟ ممكن اعمل نزلها لك يعني. تمام؟ النقطه اللي عندي ان البي سي ام بيشتغل ازاي؟ كل بلوك فيه عامل ازاي؟ ده نظري. ودوكيومنت فيه برضه ايه؟ الباور بتاعت النويز والباور بتاعت السيجنال عشان احسب السيجنال كونت ريشيو. والكونسيبت بتاع ان هي التقسيمه دي برضه بقى ايه؟ ده بقى في الامتحان مش فاينل ولا حاجه. بالاضافه ليه؟ الكونسيبت بتاع الباتسمنت سيموليشن نفس الفكره برضه بالظبط. الباتسمنت سيموليشن انا عندي السيجنال بتاع المسج وبيختلف في الكارير هو ايه؟ عرض المرضى. تمام؟ يعني انا كده عندي بشكل شباب 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 حاجه اسمها ايه؟ ممكن يعني تبقى مهمه.
اس تبقى ايه؟ تبقى اعرض ايه من الاولانيه وهكذا. فده الكونسيبت بتاع البوتس بوتس سيميوليشن. تمام؟ دي ده بيتر كلمه. ده انتوا بتجيبوها اكيد في الاردوينو، الناس شغاله الاردوينو هتلاقي حاجه اسمها بيتر كلمه. بتوع الفلاش. مش هتخش الاردوينو عشان تشوف حاجه. والله البوتس سيميوليشن ده يعني انا بقى عندي